طبعا المهمة مالتي هي حاليا لازم اروح المعبد هنا، انا اكو الجهة الشمالية الشرقية، بس هذا خلونا نحكي المعبد منطقته بعد كلش على القطب، فلازم احتاج ثلاث اشياء. الشيء الاول اللي هو انا حصلته ملابس، الشيء الثاني لازم اشتري القارب اوصل بيه عن طريق هذا الشيء، والشيء الثالث اللي هو انا جاي ابحث عنه مطرقة ثور. مطرقة ثور يعني بيها شلون البوابة ما تفتح الا بيها، هاي وين القاها؟ القاها بهذا المعبد اللي هنا عن طريق، طبعا اول هذا المكان، هذا المكان راح يوديني هذا المعبد، لازم ادور عليها. راح ابدا الرحلة مالتي. وقف عادي دفن يهبط علي. ها هبطوا الو انا شمال ضباب عالم، يعني راح تمطر اعتقد. الوحش اطفو هسه وقتك انت، هذا ما تحتاج قناص عيال 50 كال لينكتد، مو بسلاح انا العادي. شلون اسجل؟ لازم اعتقد كان وحده هذا البيت. يا انا اعرف شلون اتخلص منه. سجل خروج. شوف اكو المغرب. هسه طريقة حلوة للتهكير. شنو هذا الدرج؟ بس كل مو جوا كلش. هذا هنا الزومبيات كلها هنا. احنا ما ننزل جوا كلش، هذول هي اكو شي؟ اكو شي. اوبس دوب
لا يلا يا معود. اللحظة الأخيرة اصعد 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 راح تموت اصعد. وين الطقاعة؟ باللحظة الأخيرة ولو أنا سد دمي كله نزف، لازم بالنص ساعة على ما هذاك المعبد. اي هستمع بعد ما يغمى عليه، بس بكل الأحوال لازم انتظر على ما دمي يصعد. خلي وقف تصوير، لازم اجرح روحي واصعد على هاي الدتشة مباشرة. انتقل للمعبد، ولازم طبعا صيدين اليد، فلازم انتظر على ما صيدين اليد. حاليا الشمس نقدر نقول بالمنتصف، يعني عصر تقريبا صادني الليل. أعتقد أعرف إذا المعبد يعني تفعل أو صار شي أقدر أنتقل بيه. هذا الإشعالات يشتعل، شغل ناظر ليلي. ممكن اي اعتقد اشتعل المعبد. اي يلا معودين. غارين جريح خرب انه على هيج حظ، اغمى عليه وما انجرح. ايه يلا انتقل بساعة لو لحق لو ما لحق باللحظة الأخيرة. وأخيرا
شنو هذا؟ ها أسلحة 249، ها أسلحة كلش غالي. شنو بعد ويا عتادة همينه؟ لا هذا مال بي كي بي. جيلي هوت خليني اعدل خود احسن. ماكو شي فينا اسلحة اي اكس 249 هذا يستاهل. هذا ولته انت هم ولي. ها بعد شنو هذا؟ شوفوا طريق الاسهل. شوف هذا وين يود الطريق؟ اعتقد مكان صار سبون من عنده. اكو هنا حفر لازم انتبه لها. اوكي نجي هسه. هذا المكان مو غريب علي بس انا لازم اتيقن انه اذا وقعت هنا انا ما اموت. خل احاول اشمك شيء. ما بينت ليش. تفضل يستر. ها قلبي هاي مكان يذكرني بلعبة شادو اوف ذا كلوزز على بلاي ستيشن 2 سولا ريميك على هذا نهاية المعبد. كان طريق فاضي. كان خطر كلش. هاي ما توقعتها.
حذر. اي اعتقد هي توصل للعمق. شلون انا اروح من هاي الجهة؟ ها منا حول علي. بعد ما عندي غير هذا الخيار، بس لازم انتظر او شو اسمه دم الروح مالتي او الصحة مالتي تصعدني. نبدي نتسلق شوي شوي. لأن لو ميت كل شي ضايع من عندي. بعد افتكيت خطوة الأصعب فقط. ليش لك كان نبض؟ ها هذا بابا. اوكي حسب ما اتذكر اطلع منا. نبروح هيك قدام بس خلينا نشوف الكنلوت. ماك شو اطلع هيك قدام. لا مو منا اعتقد. بعد اللي قدام همينه اي ها هنا. كل بالله صارت هسه الصحة مالتي 100 وهم كلنا راح يلقين يعني.
عشان تخافيش من الناس الخضراء. هنا نزل إذا وقع بيه هناك حفرة طبعا لازم انتبه. هسه كله صار طبيعي اعتقد. تمام هاي خطر. أقل قمزة بعد خطأ كل شي يروح كل إرادة عيته. ذاك المعبد أعتقد منطقة ثور ثور هناك. طبعا هناك مرسوي بالك خاف عايزين هنا. اوكي نكمل هذا المعبد. هاي هم صعبة بيها خطورة. هي بعد كملت شنو التماطين هاي. هاي تخوف. وين مطرقة الثور؟ يعني المفروض هناك؟ هذا الشراين يسمونه. بس ماكو. Thank you.
رحلة حلوة بس ما حصلت اللي اريده. يلا ندور غير اماكن بعد. باي باي. ليش ما يخليني؟